بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما رسمنا البلان المعماري وفرشناه وعملنا فيه كل ما استطعنا، عايزين نبدأ إن شاء الله دلوقتي نتعلم مع بعض إزاي نعمل واجهة معمارية. دلوقتي عشان نبدأ نعمل واجهة مع بعض، أول حاجة هنعمل الإسقاط بتاع الواجهة. عشان نعمل إسقاط الواجهة، الأول نعمل لير للواجهات. فنعمل لير جديدة، نكتب ال سبيس ونعمل نيو لير ونسميها elevation، نختار اللون بتاعها مثلا المناسب لينا، ليكن مثلا اللون الابيض، وقول له اوكي وقول له هو اللي يكون هو الاكتيفيت. هعمل دلوقتي لي ايزو عشان اطفي الليارات اللي انا مش محتاجها. دلوقتي انا طفيت كل الليارات اللي موجودة في البلان اللي انا مش محتاجها نهائي. هاخد ديت احطها في اللير بتاعت الفرنتشر علشان يبقى كل الحاجة بتاعت الفرنتشر مع بعض في لير واحدة. طيب دلوقتي انا عايز ابدأ ارسم الواجهة. اول حاجة ادخل عند اللير بتاعت الاليفيشن اللي انا عملتها، نزورها كده ونختارها، هي دي اللي احنا واقفين عليها. هعمل لي لوك لكل اللي قدامنا دوت، لي لوك علشان اقفل الحوائط وقفل الشبابيك وقفل الابواب، يبقى انا عملت لوك لكل اللايرز اللي موجودة قدام. هرسم خط الاليفيشن، ادي لاين، واعمل لاين الاول بتاع الاسكوت، وهعمل اوفست او سبيس واقول له ثرو، اختار ثرو، ومن ثرو اختار سيلكت الاوبجكت دوت، بعد كده الاقي تحت كلمة مالتي اختارها وابدا اضغط كليكات زي ما احنا شايفين كده. طبعا الجزء الشكل هنا متماثل، كان ممكن اعمل ميرور بس ادينا بنخلص الشكل بسرعه كده. عملنا بدايه الاسقاط، نشوف ارتفاع الدور هيكون كام، اقول له اوفست وارتفاع الدور هيكون 3 متر، وادي ارتفاع الدور، اعمل له ترم واقطع الجزء دوت واقطع الجزء ده والجزء ده. طبعا الخط ده مش موجود في الاليفيشن فتشيله، وهعمل ارتفاع الجلسة بتاعت الشباك، نعملها مثلا نفترض انها 90 سنتي، ونفترض ان ارتفاع الشباك 2.20 متر، من الاسفل فيبقى هو ده ارتفاع الشباك. لو انا عملت ريكتانجلر كده سريع، ادي ده الشباك وادي ده الشباك التاني. ولو عملت البلكونة اللي موجودة كده معايا واختار الجزء دوت، ادي ترم. شيل الخطوط اللي انا مش عايزها مش محتاجها. طيب ده كده الاسقاط السريع للوجه. بعد عملنا الاسقاط الطبيعي دوت للوجه السريع، نشوف احنا هنعمل كام دور. مثلا هعمل 3 ادوار والدور الارضي،
ويعمل متر فوق الكوبيستا اللي فوق او الدروة اللي فوق، ويعمل 1.20 متر ارتفاع اول دور عن الارض. طبعا الجزء ده كده ما بيكونش ظاهر معايا، تمام. ده كده سكوات عادي خالص للواجهة. نكمل باقي السلالم. السلالم هتبقى بارتفاع 1.20 متر اوفست بوينت 15. select الاوبجكت مالتي، تشوفهم كده بقوا على ارتفاع قد ايه. ناقص سلمة. بعد كده هعمل تريم للأجزاء اللي أنا مش محتاجها ديت. تمام. دوت هيكون المدخل بتاع العمارة عندي، فالجزء ده مش هيكون موجود. ونبدأ نحط الباب هنا، وادي ديت أماكن الشبابيك، وادي دي البلكونة اللي في النص، الحائط اللي في النص، وادي الدروة. وبكده نكون هنا الإسقاط بتاع الواجهة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.